صباح الخير داليا. صباح نعم، ما الخير. يخرج من القاهرة يؤكد دائما على فكرة أن إثيوبيا لا تزال تتعنت في المفاوضات ولا تزال ترغب في أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدودة، وذلك منذ أن بدأت المفاوضات تزامنا مع البداية في إنشاء السد منذ عام 2011، وبالتالي حتى الآن كل هذه الاجتماعات هي مناقشات ومراوغات من قبل إثيوبيا وتنصل من الاتفاقات التي تم التوصل إليها جميعها، بما فيها اتفاق المبادئ الذي ترغب إثيوبيا التنصل منه أيضا وتتمسك مصر به في ظل رؤيتها لحلحلة هذه الأزمة، أنها لا يمكن حل هذه الأزمة إلا عبر التمسك بما تم الاتفاق عليه من اتفاق المبادئ، وخصوصا المادة الخامسة التي تقضي بألا تقدم إثيوبيا على ملء وتشغيل السد دون اتفاق بين الأطراف الثلاثة. لكن حتى الآن ليس هناك أي توافق ما بين مصر والسودان من جهة وبين إثيوبيا من جهة أخرى، غير أن الرؤية أو الرؤى المتعددة والأطروحات المختلفة التي طرحتها مصر بغية التوصل إلى اتفاق كلها حتى لم توافق عليها إثيوبيا بل اعترضت عليها، وبالتالي قالت إن من الممكن إرجاء هذه المفاوضات إلى حدوث إلى ما بعد ملء وتشغيل السد، والأمر الذي رفضته مصر شكلا وموضوعا، وأكدت أن إذا كان المفاوضات أو كانت المفاوضات خلال السنوات الماضية لم تصل إلى نتيجة حقيقية ونتيجة إيجابية، فهل من الممكن أن تصل خلال أيام 10 أو 5 أيام بحسب متحدث بوزارة الري المصرية المهندس محمد السبعي، هل من الممكن أن تصل إلى اتفاق؟ ويعني أكد أن ذلك لا يمكن أن يتحقق أبدا، وخصوصا في ظل التعنت الإثيوبي الواضح، وبالتالي تدرس مصر العديد من الخيارات الأخرى بما فيها انتظارها للقرار الذي قد يصدر عن مجلس الأمن أو حتى التوصية بشأن ما رفعته مصر إليه قبل أسابيع قليلة لاتخاذ خطوات أكثر حسما ل يعني تفادي وصول القارة الإفريقية لا قدر الله إلى حالة من الصدام. نعم.